بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نقول على كل مؤمن ومؤمنة أن يتقي الله جل وعلا فيما بين يديه، وأن يعلم أن الله جل وعلا محيط به قادر عليه، وأن العبد لو قدر له أن يستعمل ما أفاءه الله عليه من النعم فيما يسخط الله ويغضبه، فإن الله يقول وقوله الحق: إن الله عزيز ذو انتقام. وإذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وأكثر من يستعمل هذه التقنية الحديثة يستعملها عياذا بالله في إقامة حجة أو كيد أو مكر بأحد من الناس حتى يحصل منه على مراده، إن كان من جسد أو من مال أو من عرض أو من غير ذلك، وهو يريد بذلك أن تدوم له المنفعة وتبقى له المصلحة، ويغيب عنه أن الله جل وعلا قادر عليه، قادر على أن يفضحه، قادر على أن يكيد له، قادر على أن يمكر به. والله تبارك وتعالى عزيز ذو انتقام كما بينا، ومراقبة الله جل وعلا في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة أعظم حلية يلبسها أهل الإيمان، وخير ما يكتسى به العبد، لأن التقوى تقي العبد من الفضيحة يوم الآخرة. قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. فالإنسان المؤمن التقي النقي الذي يعلم أنه يقينا سيلقى ربه لا محالة، يعلم أنه كلما عظم حاله وحسن تنيته وصدقت سريرته وزاد ما أتاه الله من علم وعمل صالح زادت رغبته وشوقه إلى لقاء الله، وكلما قصر في هذا الباب خاف من الموت وخاف من الآخرة. وهذا مثل ضربه الله جل وعلا لأهل الكفر: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. نسأل الله لنا ولشباب المسلمين ولفتياتهم العفو والعافية، وأن يغفر لنا خطأنا.